النهاردة الأجواء حماسية جدا وفيها قدر كبير من التفاؤل. الناس مش بس موجودين في الستاد بيتابعوا المباراة، وفي حالة من التواجد والحضور الراقي اللي افتقدناه بقالنا فترة طويلة، لكن كمان عودة إلى المشاهدة الممتعة لمجموعات الناس في أماكن كتير. النهاردة في تجمعات حقيقية كتير، وإحنا كده بنودع كابوس كورونا، بقى في تواجد بأكتر أريحية. زميلنا العزيز محمود جميل موجود دلوقتي في المركز الأولمبي في المعادي، ممكن بقى يوصف لنا الأجواء. لا بس هو الحقيقة هو في قلب الأجواء، مش هيوصف لنا الأجواء، هو هيورينا الأجواء. مساء الخير عليكي محمود، وقول لنا إيه الأخبار وردود الأفعال كمان بعد الهدف الأول لمحمد صلاح. مساء الخير عليك يا دينا، ومساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي برنامج التاسعة. يمكن زي ما قلت، يمكن أجمل حاجة في ماتش النهاردة هي عودة الجماهير، مش بس في استاد القاهرة لكن كمان في الأماكن المختلفة في القاهرة. احنا موجودين دلوقتي في المركز الأولمبي بالمعادي زي ما قلتي، ويمكن بمجرد ما محمد صلاح أحرز الهدف الأول كان في كمية فرحة وكمية تشجيع غير عادية، لدرجة ان كان في لسه يعني جماهير يتوافدوا على المركز هنا لحضور المباراة، كانوا بيجروا من الفرحة علشان طبعا يشوفوا الهدف بتاع محمد صلاح، وكلنا يعني كنا فرحانين يعني طايرين من الفرحة الحقيقة بسبب الهدف الأول، لأن دي بشرة خير إن احنا نبدأ تهديف في الدقائق الأولى من المباراة. والحمد لله حتى الآن أداء المنتخب المصري عظيم جدا، صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد عاملين أداء يعني رائع جدا في خط الهجوم. الجماهير هنا متفائلة تفاؤل كبير جدا، لانه يعني عارفين بقيمه المنتخب الوطني وعارفين بقيمه اللعيبه اللي موجوده، مش بس محمد صلاح ولكن كل اللعيبه اللي موجودين ان شاء الله هيكونوا رجاله ويقدروا ان هم طبعا يفرحونا النهارده. الجماهير حتى وانت جايه واحنا جايين قصد من في الشارع متوجهين الى المركز الاولمبي بالمعادي، الاعلام اللي موجوده في الشارع، الجماهير اللي ابتدت ان هي اللي بيروح الكافيه واللي هيقعد في البيت واللي هيبتدي ان هو يستعد طبعا ان هو يتفرج على المباراة، كلهم متحمسين جدا، كلهم عندهم يعني جرعة تفاؤل كبيرة جدا. ويمكن زي ما انت متابعة من خلفي دلوقتي، الجماهير متفاعلة جدا مع الفرص اللي موجودة داخل المباراة. ويمكن احنا لما تكلمنا مع الجماهير هنا كلهم متفائلين بان المنتخب ان شاء الله النهاردة يقدر يحقق يعني بفارق اهداف كبيرة جدا. الناس كمان في ناس هنا كبيرة جدا في السن بتقول احنا النهاردة كنا بندعي للمنتخب المصري ان هو يحقق الفوز النهارده ويفرحنا، وده مش بعيد على المنتخب المصري، لان يعني اكيد انت عارفه مواجهتنا امام السنغال يعني بتقول ان احنا ان شاء الله قادرين ان احنا نحقق الفوز النهارده. وزي ما انت قلت كمان يا دينا ان احنا نرجع بالاجواء تاني لكاس العالم، تصفيات كاس العالم 2018 لما محمد صلاح هو اللي فرحنا وصعدنا في الدقيقه الاخيره لمونديال روسيا 2018، واجواء 2006 كمان لما قدرنا ان احنا نحقق فوز على السنغال بهدفين بفارق هدف. فالنهارده الاجواء ممتعه جدا، الناس هنا يعني على اعصابها وكمان عندها يعني امل وتفاؤل ان شاء الله المنتخب المصري يكمل مشواره ويقدر ان هم يحرزوا كتير من الاهداف طبعا علشان نكون فايزين بفرق اهداف كبير جدا، استعدادا طبعا لمباراه الاياب اللي هتكون طبعا في السنغال. فبالتالي النهارده في حاله تشجيعيه كبيره جدا موجوده لدى الجماهير، ويمكن يعني زي ما احنا شايفين دلوقتي في بعض الفرص وبعض يعني الجماهير متابعه بترقب لاي فرصه قريبه من يعني الحارس حارس السنغال، وتشجيع بكل قوه وبروح عاليه جدا لتحقيق الانتصار النهارده، خاصه طبعا ان مستر كيروش بيسعى ان هو يحقق الصعود الاول مع المنتخب الوطني لكاس العالم، وهيكون الصعود الخامس في تاريخه طبعا للصعود لكاس العالم. فبالتالي احنا بنشجع المنتخب وبنؤازر وبنساند المنتخب مش بس في استاد القاهرة ولكن في كل الأماكن وكل الأجواء، يعني حالة من الروح العالية والتفاؤل كبيرة جدا إن شاء الله تكتمل بالفوز والفرحة الكبيرة النهاردة بإعلان فوز المنتخب المصري أمام السنغال. أنا بشكرك يا محمود، وعايز أسألك بس عشان أنا واضح أن أنت محظوظ جدا واقف في حتة كده فيها حالة من الهدوء النسبي دلوقتي بعد ما الناس احتفلت خلاص، المشاركة في الجو البرد ده
في مشاركة من النساء ومن الأطفال ومن الكبار والصغيرين. احكي لنا بقى التشكيلة العمرية اللي موجودة النهاردة واللي بتتابع الماتش في الجو البرد ده. يمكن ده المميز في المكان اللي انا موجود فيه الحقيقه، كل الفئات العمريه موجوده هنا، سواء بنتكلم على الشباب او البنات او السيدات او حتى يعني كبار السن من الرجال، كل الفئات العمريه موجوده هنا، خاصه المركز الاولمبي للمعادي بيستضيف الفتره دي طبعا بعض اللاعبين الرياضيين وبعض المنتخبات زي منتخب الكاراتيه، عشان عندهم طبعا بيستعدوا لبعض البطولات، فهنا كل الفئات المشاركه، رياضيين من سيدات من فئات عمرية صغيرة، كل الناس هنا بتشجع المنتخب وكل الناس موجودة، سواء مثلا يعني صغير أو كبير، الحقيقة كلهم موجودين بيؤازروا وبيساندوا المنتخب الوطني. ويمكن أحد كبار السن زي ما قلت لك لما اتكلمنا معاه قال لي أنا النهاردة كنت بدعي كتير جدا وبصلي كتير جدا علشان المنتخب المصري يفوز. لما سألنا بعض الفئات العمرية من الشباب كلهم متحمسين للفوز وبيقولوا إن شاء الله خط الهجوم هيعمل النهاردة يعني شغل عالي جدا، ومتوقعين كمان ان المنتخب الوطني يفوز ب 2-0 في المباراه. الحمد لله جبنا هدف وان شاء الله هنجيب اهداف ثانيه، لكن احب اطمنك ان كل الاعمار تقريبا موجوده زي ما انت شايفه ايدينا دلوقتي، سواء البنات او الشباب، كل الفئات العمريه موجوده، كلهم جايين النهارده علشان يشجعوا المنتخب الوطني، كلهم جايين بيقولوا النهارده تحيا مصر وبيشجعوا المنتخب من كل قلبهم. بشكرك بشكرك يا محمود، شكرا جزيلا، وتحيا مصر في كل الحالات، واحنا معاهم في كل الحالات، بس النهارده بدايه مشجعه وموفقه جدا. بشكرك يا محمود واسيبك تكمل بقى متابعه الماتش، وان شاء الله نسمع منك اخبار حلوه تاني في ختام الحلقه. مراسلنا وصديقي العزيز كريم بيبرس، مصر الجديده، مساء الخير عليك يا كريم، واحكي لي مصر الجديده طول الوقت اجواءها شبابيه كده وحاضره، طمنا على شكل الاحتفال والمشاركة وعدد الناس، وعايزين نشوف كريم بيحتفل فين وازاي. مساء الخير عليك يا كريم. مساء الفل يا دينا، اكيد دايما ببقى مبسوط جدا حقيقي وانت معايا، يمكن دايما ببقى متفائل جدا، ويمكن التفاؤل ده كان باين فعلا في اول المباراه في اول 4 دقائق بهدف محمد صلاح، زي ما حقيقي الجماهير كانت متوقعه وزي ما الجماهير كانت حاطه الامال الكبيره جدا على النجم العالمي محمد صلاح. لكن النهارده احنا النهارده الجمهور واقف ورا المنتخب كله، المنتخب كله على قلب رجل واحد الحقيقه. لكن في اول 4 دقائق محمد صلاح أثبت أن المنتخب المصري قادر على الوصول لمنتخب لكأس العالم، قادر على أنه هو الحقيقة يعيد الأمجاد مرة تانية. الحقيقة الجماهير، يمكن أنت كنت سألتي زميلي العزيز محمود جميل على الأعمار، فعلا الأعمار يمكن أنا رصدتها النهاردة هنا من مصر الجديدة في نادي النصر، بداية من 7 سنين متواجدين فعلا الأطفال الشباب الصغيرين لحد الرجال الكبار والسيدات، الشباب موجودين، الولاد والبنات كله قاعد بيتابع الحقيقة هنا في نادي النصر، كله كتير منهم ماسك العلم المصري، في كتير اللي متدفي الحقيقة، يمكن زي ما ذكرتي برضو الجو فعلا برد جدا، يعني بيدفي نفسه بعلم مصر، الشوارع كلها مليانه بعلم مصر، كان في سقف عالي جدا من التفاؤلات، سقف عالي جدا من الطموحات والاماني لوصول المنتخب المصري، يمكن على عكس المحللين الرياضيين اللي كانوا بيرجحوا الحقيقه التعادل النهارده او حتى فوز منتخب اسود الترانجا طبعا السنغال، لكن الحقيقه دايما المنتخب المصري موجود في استاد القاهره اللي هو استاد الرعب بالنسبه للمنتخبات المختلفه اللي بتيجي تلعب على استاد القاهره، كانوا قادرين ان هم يفرحوا الشعب المصري، دي خطوه اولى مهمه جدا لتاهل كالمنتخب لكاس العالم 22 في قطر، زي ما قلت 5 منتخبات عربيه هيكونوا مشاركين النهارده، مصر حطت يمكن زي ما بيقولوا المسمار الاول في طريقها لكأس العالم 2022. الحقيقه لما اتكلمت كمان مع الجماهير الموجوده هنا كان في كتير توقعات بهدف او 2، وفي ناس كان عندها سقف عالي جدا من الطموحات للوصول ل3 و4 اهداف الحقيقه النهارده، خصوصا بالاعتماد الكبير على محمد صلاح. كارلوس كيروش الحقيقه دايما بيفاجئنا بتغييراته الغير متوقعه في التشكيله المنتخب المصري، دايما المنتخب كنا متعودين على عمر مرموش بيكون متواجد دايما اساسي بشكل اساسي وتريزيجيه بيكون بديل، فاجئنا النهارده بوجود تريزيجيه
تريزيجيه في اول المباراه، وده بيثبت ضغط مهم كبير جدا. كمان وجود عمر جابر في الدفاع مكان عمر كمال برده كان اثبات مهم جدا. اذا النهارده كله متكاتف، سواء المنتخب واضح، وانا بتكلم معاكي كمان يا دينا في هجمه مهمه جدا، واضح يعني الجماهير قادر تسمعها طبعا، تفاعل كبير جدا، واضح انه كان في هجمه كمان او احتماليه هدف تاني، والدفاع السنغالي استطاع ان هو ينقذ الكره. عشان كده فعلا في توقعات كبيره جدا بفوز النهارده المنتخب المصري بكمان اكتر من هدف واحد. انا يعني زيك كده، وزي ما انت قلت من كل التحليلات والتوقعات كنت واحده من الناس اللي بقول نهدي سقف التوقعات شويه، لكن واضح جدا انه منتخبنا عنده خطه هجوميه حقيقيه ترفع سقف التوقعات. واضح كمان ان المشجعين رافعين سقف التوقعات جدا، يا رب بقى يرجعوا مجبوري الخاطر. انا بشكرك شكرا جزيلا مراسلنا كريم بيبرس من مصر الجديده، وهنرجع لك مره تانية ان شاء الله واحنا بنتابع اجواء المباراه وبنتابع كمان تطور الاحداث وكل جون ان شاء الله. نرجع كده لزمايلنا ومراسلينا اللي موجودين دلوقتي بيتابعوا مع المصريين في الشارع. على مدار 90 دقيقه احنا منتظرين ومتوقعين، وعلى مدار 90 دقيقه احنا عارفين وواثقين انه كل المحاولات محمودة جدا، وكل النتائج هي الكرة زي ما علمونا كده زمان، هي الكرة جوان. فاحنا منتظرين نتائج حقيقية، وكتير من التحليلات كانت بتتقال على الأداء، ويمكن درس الهزيمة الأخيرة من السنغال يكون هو درس الانتصار، وهو يكون دافع الانتصار النهاردة. يا رب كل النصر لمصر.